اثبت ايضا من التوقيت الزمني لحظة ورود المعلومة الصحيحة. عموما وعلى كل حال الشوط الثالث ينطلق مشاهدينا الاعزاء. اذا مشاهدينا الاعزاء التوقيت الزمني سنتاكد من التوقيت الزمني في حال ورود المعلومة الصحيحة. عموما وعلى كل حال انطلق ثالث اشواط هذا اليوم، وهذا الشوط ايضا خاص بفئة البكار. الاشواط الفترة الصباحية لهذا اليوم في اليوم الاول خاص بفئة البكار فقط، والشوط انطلق. والكلمة احيلها الى زميلي وصديقي حمد بن محمد الزعبي، اتمنى له التوفيق ولكم لحظات طيبة وجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، شكرا محمد بن بريك المري. أيها الإخوة الأفاضل، نتواصل مع حضراتكم في هذه الانطلاقة الثالثة لسن الحقايق وفئة البكار. نبدأ ونتعرف وإياكم على مقدمة هذا الشوط ومع من تحتل المركز الأول. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، شعار الكاموخة، علي بن مبارك الكاموخة مع الحذرة ومع مقدمة هذا الشوط. نتابع وإياكم المركز الثاني. سمرقند تحتل المركز الثاني، سالم بن جهويل المري من يحتل المركز الثاني مع سمرقند مع هذا الاسم الراقي. نتابع واياكم المركز الثاني، الوصول من معزة عويضة او عوضة بن عبد الله بن حمد بن قبعان المري. اما المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدينا الكرام، القدوم والوصول هنا من قياتي لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري الدور والنقلة. شوشة للسيد حمد بن محمد الشراب. نعود وإياكم، نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نعود وإياكم مشاهدين الكرام إلى شعار الشوط الأول الرئيسي مع محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. قياتي قياتي قياتي، وكان الشوط الأول مع الغربية وهذه قياتي. الله، هنا التغيير وهنا التسلل مشاهدين الكرام. هذه رقمها غير واضح يا جماعة، ولكن هنا الدخول والتسلل من مساحة، مساحة محمد بن خالد العطية، محمد بن خالد العطية يريد الناموس. يا سلام، الله، مع مساحة 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 يا مشاهدين الكرام، تريد المساحة أو مساحة، نعم مساحة مشاهدين الأفاضل، تريد المساحة الكافية أن تنتزع هذا الناموس. يا سلام، الله، مساحة مساحة هي صاحبة الموقف حتى هذه اللحظات. مساحة لا زالت مشاهدين الكرام، ولكن هنا بنت الباز عبد الهادي بن لفجح المري، ولكن مساحة مساحة مشاهدين الكرام. تهانينا تهانينا والناموس للسيد محمد بن خالد بن عبد الله العطية على هذا الناموس وعلى انتزاعه لهذا الشوط المركز الثاني. وصلت هنا بنت الباز عبد الهادي بن سالم بن لفجح المري المركز الثالث. المركز الثالث مشاهدينا الكرام، قيادي للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري المركز الرابع. وصلت في المركز الرابع مشاهدينا الكرام الشاهينية لحمد بن علي بن قريع المري. اما المركز الخامس فوصلت في المركز الخامس إرادة للسيد حمد بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك المري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام لهذا الشوط الثالث. إذا السلامات تبقى هنا في ميدان الشحانية، وخاصة إلى عزبة محمد بن خالد العطية ومع مساحة التي انتزعت هذا الناموس بجدارة وباستحقاق. تهانينا لكل الفائزين، بمناسبة حفل على الحب. تهانينا والناموس مشاهدينا ومتابعينا الكرام. إذا نعتذر من التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الكرام، سنتأكد من التوقيت الزمني و نوافيكم بإذنه تعالى. إذا هذا هو ملخص هذا الشوط وملخص شوط مساحة التي انتزعت فيه الناموس وذهبت به إلى عزبة محمد بن خالد العطية. تهانينا مرة أخرى، تهانينا مرة أخرى له بالناموس وانتزاعه بهذا الشوط. أيها الإخوة الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذا الموسم الجديد وفي
موسم 2013-2014. سائلين الله العلي القدير أن يكون موسم تحدي ومنافسة بإذن الله تعالى لكل عشاق هذه الرياضة العربية الأصيلة ومحبي هذه الرياضة التي ننتمي إليها مشاهدينا الكرام، وينتمي لها شريحة كبيرة من أبناء الخليج. هذه مشاهدينا الكرام استعدادات لإجراءات الشوط الرابع للحقائق الكار الذي سينطلق بإذن الله تعالى بعد لحظات.